لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أكثر من 2 مليون حاج من ضيوف الرحمن تم تصعيدهم إلى مشعر عرفات بعد قضاء يوم التروية، وسط إجراءات أمنية ولوجستية وتأمين طبي ميسر على كافة الأصعدة، سواء على مستوى السلطات السعودية أو البعثات النوعية ومنها البعثة الطبية المصرية. الحمد لله الأمور الصحية لكل الحجيج بأفضل حال، تم التنسيق لتفويج كل الحالات المنومة وتم وصولها إلى مستشفيات عرفات الحمد لله، وحتى الآن ما فيش أي حالات فيها أي مشاكل وما فيش حالات تم الإبلاغ عنها في صعيد عرفات بتعاني من أي مضاعفات أو أي إجهاد حراري الحمد لله حتى هذه اللحظة. عندنا 9 فرق طبية تم توزيعهم على كافة المستشفيات في مشاعر منى وعرفات للتواصل مع السلطات الصحية السعودية وجمع كافة المعلومات ومتابعة كافة المصريين والحجاج المصريين اللي يتم دخولهم داخل المستشفيات في المشاعرين إن شاء الله. كما حرصت البعثة الطبية المصرية من خلال فرقها الوقائية أن تجوب مخيمات الحجاج المصريين لإرشادهم ببعض النصائح التوعوية في كيفية الوقاية من ضربات الشمس والأمراض المعدية. مشاعر عرفات طبعا درجة الحرارة هنا عالية جدا ودي بتأثر على مجهود الحجاج، فإحنا بندي لهم نصايح بالإكثار من شرب المية، بأنه يفضل في أماكن ضلة في جوه الخيم المكيفة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال وقفتها هنا وكل عرفة موقف، فإحنا بننصحهم أنهم خصوصي كبار السن أنهم يقعدوا في أماكن ضلة مكيفة يكتروا من شرب المية بسبب ارتفاع الشديد أو في درجة الحرارة. وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة هنا في مشعر عرفات إلا أن الأجواء الروحانية كانت القاسم المشترك بين ضيوف الرحمن كافة. فيا رضا ربنا علينا ان احنا جينا في المكان ده، والحمد لله والشكر لله اولا واخيرا هو له الفضل الكبير. مش عارفه ان اوصف لك بايه، بس انا سعيده جدا، كفايه بس ان احنا ضيوف الرحمن النهارده وربنا يا رب يتقبلها منا. فرحين بانه الله اختارنا ان نكون من ضيوفه في هذا العام. حاسس بفرحه والله، وربنا الحمد لله ربنا كتب لنا ان احنا نيجي هنا ونحج، والحمد لله على قد كده والله. طمأنينه وفرحه ما حدش هيقدر يستوعبها غير اللي جه هنا. احساس انت ما تبقاش اصلا متصور انت تدعي ايه، انت بتسيب الدعوه تطلع من قلبك لربنا تلقائيا كده. فيا رب يا رب كل حد ما جاش هنا ربنا يرزقه يا رب ان شاء الله. كنت احلم ولا اتخيل ان انا جاي، كنت بتمنى عمره بس لقيت ربنا جابنا احنا الاثنين. ربنا يتقبل منا جميعا ويرزق كل واحد ما جاش هنا يجي هنا فعلا. يعني الحمد لله في نعمه ورضا من عند ربنا والله، والبعثه بتاعتنا ناس محترمه وبيعملوا كل اللي نطلب بيه دكاتره وحاسه باحساس جميل، ربنا يوعد الكل مشتاق. لا صوت يعلو فوق الصوت دعاء ضيوف الرحمن على مشعر عرفات، فالكل في صراع وجلد مع النفس للفوز بالجائزة الكبرى والعتق من النار، نسأل الله ذلك. من أعلى جبل الرحمة بمشعر عرفات، محمد حلمي، أني للأخبار.